السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على علامات بتدل ان طفلك ضعيف الشخصية او هيطلع ضعيف الشخصية، فانتي ممكن ان انتي تبدأي بالتدريج تقومي شخصيته عشان تتفادي الخطأ ده. هنتكلم على 4 علامات مهمين جدا هنعرف من خلالهم ان الطفل ده بيعاني من ضعف الشخصية، بس لازم ناخد بالنا في تربية اولادنا ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نديهم مجال للتفكير السليم، مش احنا لازم نفكر لهم. طبعا كل اب وام عايزين اولادهم احسن اولاد في العالم كله، شخصيتهم مفيش عليها اي مشاكل لا غبار عليها، ابدا اوجهه، ابدا اخليه يفكر بتفكيري اللي هو مش مناسب لا لسنه ولا لوقته، ويعني ونفسيا هو بيبقى بينفذ بس مش مقتنع، لان دي شيء مش مناسب له لا في سنه ولا في حياته. طيب ايه هي العلامات اللي بتميز الطفل صاحب الشخصية الضعيفة؟ اول حاجة ويعتبر اهم حاجة التردد. بيعد التردد سمة رئيسية من سمات ضعف الشخصية، فمش هيمكن ان هو يقدر ياخد قرار حتى في اسهل المواقف زي اختيار اي حاجة عايزها، زي مثلا اي لعبة، اي تفكير، طب نروح المكان ده ولا المكان ده، تلاقيه متردد. الخوف، دايما نلاقي الطفل ضعيف الشخصية خايف دائما، عنده كده شجاعة منهارة، ما عندوش شجاعة كده، خايف طب اروح المكان ده هيبقى غلط، طب اروح المكان ده هيبقى غلط. هتلاقيه دائما محب للخمود، بيفضل الاستمتاع بالفرجة على التلفزيون على الموبايل على اي حاجة، هو خملان بيحب الخمول وقاعد. سلبي، هنلاقيه ان هو في ارض الواقع بيقال عليه شخصية سلبية بلا طموح، لان دائما في حد مسيطر على تفكيره بيوجهه توجيه هو مش عايزه، فهو هتلاقيه سلبي، ما بيعمل الحاجة مش بيعملها كده برغبة كده، ان انا بحب الحاجة دي فانا بعملها بناء على حبي ليها. متشائم، لقيه دائما مايل للعزلة والتشاؤم ومتضايق، بيفقد الصفات القيادية فما يقدرش يقود، يبقى هو القائد في عمله ومشتت في تفكيره. على فكرة الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها في الاطفال دي بنلاقيها عند كتير جدا من الناس في الكبر، يعني انت لو ما وجهتيش طفلك وقويتي شخصيته خاصة في الظروف اللي احنا بنعيشها الايام دي، هيطلع طفل يعني هيدعي عليك لما يكبر، يعني مش معنى ان هو هيدعي عليكي، بس انت يعني عملتي طفل مثالي في عالم لا يوجد فيه مثالية. نحاول ان احنا نسيب لاطفالنا، نحاول ان احنا نوجههم، اما يغلط مش مشكلة، خد قرارك وارجع فيه، مش هيحصل حاجة، مش هتحصل حاجة كبيرة. لازم نعزز شخصيته ونعزز ثقته في نفسه، ونديله قدر من الحرية في اختيار ابسط الامور عنده. مش لازم نهاجمه، مش لازم نحسسه ان انت دائما فاشل، مش هسيبه يعمل حاجة وبعد ما يعملها اقوله بص انت كده عملت اللي انت عايزه وانت كده غلط وده سبب فشلك، فهو المرة الجاية مش هياخد قرار اصلا، خدي لي انت القرار، وفي حين في وقت معين في ظروف معينة هيبقى قراره هو سليم عننا بكتير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.